بعد الكثير من التكهنات والقيل والقال بقضية طلاق الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حسم الأخير النقاش وقدم الجواب بكل صراحة، مؤكداً خبر الانفصال برسالة مطولة أرفقها بصورة بتجمعه بأنغام. وكتب إبراهيم: أحب هالمرأة والكل بيعلم هالشي، وما بقبل أي إساءة إلها أو المزايدة على حبي وتقديري. تحملنا كتير سوياً وتحملنا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا وشوهتم حبنا. وتابع: حتى هيدي اللحظة عم تحرروا وتقرروا عنا. اتهام إلي وافتراء بالسعي بالشهرة مثل كأنه كنت مبتدئ، واتهام إلها بخراب بيتي زوراً. وأضاف: مستحيل اليوم أنه استفزها أو كون طرف ضدها أو ضد مصلحتها. وكلامي عن امتناني وتقديري لأم أولادي ودورة معها كررته بأكثر من لقاء، وهي ليست المرة الأولى، ومستعد أنه ابني إلى تمثال لتحملها هي الأخرى ضغوط رهيبة. وهيدا ما بيسيء لأنغام، على العكس هي بتحترم هالعلاقة بيناتنا. إبراهيم أضاف بالبوست وأكد انفصاله وأنغام وقال: أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكن، وكنت وما زلت بشوف الأجمل، ونجحنا نجاح ساحق بالعمل كنت بتمنى تكراره. لو قدرنا البعد فهيدا لن يغير من أي شيء بمشاعري، على العكس رح تزيد، واحترامي إلى محفوظ. وكان فاجأ الموزع أحمد إبراهيم زوج أنغام الجمهور مؤخراً بنشر صورة زوجته الأولى ياسمين عيسى بمناسبة يوم المرأة العالمي، معلناً عودته إليها بعد الانفصال وبعد فترة من الخلافات عند زواجه من أنغام بالعام الماضي. ونشر إبراهيم صورة لزوجته السابقة ياسمين عيسى عبر حسابه على إنستغرام برفقة ولاده، وأرفقها بتعليق: بيوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي بغيابي وعرفت قيمة ولاد الأصول ميراتي وأم ولادي. بخطوة صدمت الجميع، خاصة أنه لم يعلن طلاقه أو انفصاله عن أنغام كان وقتها. لكن يبدو أنه الخلافات يلي نشبت بين أحمد إبراهيم وأنغام بالفترة الأخيرة وأثارت تساؤلات حول انفصالهم، فقد حذفت أنغام أحمد إبراهيم من مواقع التواصل الاجتماعي وألغت متابعته قبل ما يعلن عودته لزوجته الأولى. ولكنه حتى اليوم ما حذف أنغام من حساباته بمواقع التواصل، وما حسم حينها حقيقة طلاقهم بسبب عودته لزوجته. وكان أكد أحد الأصدقاء المقربين من الزوجين لمجلة سيدتي وقوع الانفصال غير الرسمي بينهم من 4 شهور، وأنه وبحسب ما يبدو فإن محاولات المقربين لإصلاح العلاقة بين أنغام وزوجها بقت بالفشل. وبأول تعليق إلى قالت أنغام لموقع خبر أبيض حينها: ما عنديش فكرة، مش متابعة. وشددت على أن ما انتبهت شو عم يصير حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت الشائعات حاصرت أنغام وزوجها بالفترة الأخيرة، إلا أنه نفوا الشائعات أكثر من مرة برسائل الغزل المتبادلة بينهم قبل ما تظهر بوضوح هيدي المرة، وذلك بعد ضجة زواجهم ببداية العام الماضي ويلي صحبها طلاق الأخير من زوجته الأولى بسبب عدم علمها بزواجه من أنغام. وكانت أنغام تزوجت من أحمد إبراهيم من سنة، وهو الزواج الرابع إلها، وتسبب هيدا الزواج بقطيعة كبرى بينه وبين صديقتها الفنانة أصالة، كون ياسمين عيسى زوجة أحمد إبراهيم الأولى هي ابنة شقيق طارق العريان زوج أصالة آنذاك.